عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طبعا من 11 ساعه بالظبط عبد العزيز نزل رد على ديس عبد الله، سواء كان الموضوع بجد او كان الموضوع هزار بينهم، وده اللي احنا اكتشفناه ان فعلا الموضوع مجرد كوميديا من اللي متعودين عليها من سعودي ريبورترز. كان لازم يبقى في رد، فهو رد عليه النهارده ونشوف الفيديو مع بعض. انا شفت الفيديو لان ده ريفيو مش رياكت، بس هو ريفيو وراي عشان بس الكومنتات اللي بتيجي والناس بتقول ان انت شفت الفيديو قبل كده. طبعا شفت الفيديو قبل كده، بس انا بتفرج عليه تاني عشان اقول رايي للسادة المشاهدين اللي هو حضراتكم. فالحلقه النهارده مميزه جدا، لان انا مبسوط، لان انا زي ما كنت متوقع في رد تاني، في رد نزل فعلا. والحلقه مميزه لان معانا ضيف النهارده، او ضيفه يعني، انا اسف، ضيفه ريفيور جديد او شخص هيتابع معانا الفيديو ده، وهو احتمال كبير ما يقولش رايه بس هيكون ليه رياكشن. فهنتابع رياكشن هذا او هذه الشخصه، لا هذه الشيء، هنتابع الرياكشن بتاع النهارده. فقبل ما نبدا الفيديو عايزين نرحب مين؟ ثواني يا جماعه، ثواني معلش، يا نايمه معلش، بس اصل هي نايمه من امبارح ما نامتش كويس، فكانت نايمه دلوقتي. فرحبوا معانا يا جماعه بالريفيور الجديد كلابالا. بجد يا جماعه مش بهزر، يعني انا اكتشفت ان كلابالا عندها اذن موسيقيه، يعني فعلا يعني لو لاحظت معايا تلاقي، شوف الاذن، شوف اذن موسيقيه عامله ازاي. واكتشفت ده لما، ثواني ثواني بس، الشباب بتحاول تهرب. لما بشغل مزيكا بصوت عالي في الاوضه بتطلع تجري، فانا اكتشفت ان هي في احساس بالمزيكا. انا حاسس ان انا دلوقتي في حاله تعذيب للحيوانات، بس ابدا والله، مجرد هيدفون بسيط. وهيتبع معانا التراك، هنسمع التراك ويلا بينا، يلا بينا. اهو يا جماعه عشان تشوفوا الرياكشن بتاع كلابالا على التراك. بتسوي كابتن على مين يا حبيبنا؟ اول شي خلينا نرد على افتراءات، اخويا منزل عليا ديس جي مسكول برضه كالعادة، تقول عليا انه انا مغرور، وانت اللي بتدوس السم بين السطور، مو عشان لابس نظارة تقوم تتفلسف، لا حران اللي بمنتج كل فيديو في القناة، منتج قديمة خلاص ما حد يبغى، وتحوش في خلقة ربي ما شفت وجهك. يقول انه مدركنا ولد حتى الله، بتسوي كابتن على مين يا حبيبنا؟ مبسوط في نفسك، فك شعرك زي الاناناس يا عمي، شاب المكنسه الاثنين نفس المقاس، اخويا البطل فك نفسه وسيم، تبي تصير بطل بوي ان يور دريم، حفاظات بامبرز يمكن تقبل فيك، وشكلك راح تحتاجها after this beat. يا نايس كورس، يعني الكورس كورس دم خفيف، والبيت ألطف من البيت اللي كان مختاره عبد الله. البيت لطيف، وطبعا كلابالا مهتمه جدا بالفيديو. احنا طلعناك واحنا بالنزلان، قاعد تحلم في اشياء ما راح تصير، لانه حبل الكذب دائما قصير. انا عبد الله اكل خس، اكل طماطم، اكل يخشينا، بديت بيف اهبل، خليت الناس تشمت فينا. كنا فريق واحد، دانا ماريو وانت لويجي، بس لويجي يسوي نفسه ماريو مره ما يجي. اليوم يوم انا باوزر، بس لا ما ابغى الاميره بكلمات الملتهبه سوف تجعلك فطيره، لما البنات حيسوقوا من اول وحده حتساق، يلا يا ساره تعالي وديني الساق، ساره ترى يا ناس شخصيه حقيقيه، خليك مؤدب احسن لك، ولا حقول لهم مثل اكيد عبد الله هيعمل ريفيو على التراك. بتسوي كابتن على مين يا حبيبنا؟
عبدالله بتسوي كابتن على مين يا حبيبنا؟ كلامك الثاني ما رح أعلق عليه، أخويا الكبير عديها ما عليه، إلى الريبوت خط أحمر لا تقرب عليه، كلنا صف واحد يلا قولوه يا عبدالله ترى يحب الحيوانات عبدالله. أنا كمان المشكلة وين جاو عجبتكم الحلقة ريبوتز؟ أعطونا أحلى لايك. أوكي خلص التراك برضو زي المرة اللي فاتت، مش هنقيم عبد العزيز كرابر، احنا هنقيمه كيوتيوبر انترتينر، وده اللي هو نجح فيه فعلا. هو التراك دمه خفيف فعلا، يخليك تضحك طول ما انت بتتفرج. المونتاج كويس جدا والفيديو كويس وفي شغل كويس، بس مش زي فيديو عبد الله. يعني فيديو عبد الله في حاجات احسن من ناحيه التكنيك في المونتاج. التراك هنا المزيكا اعلى من المزيكا اللي كانت في التراك بتاع عبد الله، بس في تراك عبد الله الليركس كانت اعلى من الليركس هنا. الليركس هنا تحسها مش ماشيه مع بعضها قوي، او مش القافيه مش مظبوطه. بس احنا مش زي ما قلنا مش هنقيمهم كرابرز، فالتراك ده مخفيف وكويس ويخليك تضحك فعلا. يعني انا عن نفسي عايز اعرف مين ساره، وعايز اعرف ازاي عبد العزيز متجوز، بس الموضوعات دي هنعرفها بعدين اكيد، لان هم اكيد مش هيقولوا كلام كده مش هيكشفوه بعدين، بس مجرد يعني حاجه كده زي سسبنس يعني بيشوقوا الناس. بشكل عام التراك حلو جدا ودمه خفيف، وده اللي كان المتوقع من عبد الله. والكورس اللي كان عامله حلو جدا كاتشي، يعني انت بعد ما تسمع التراك ممكن تفضل طول اليوم يجي في دماغك يعني فعلا، لانه كاتشي يعني يلزق في دماغك. وصوت عبد العزيز وهم كمان عاملين له ديلي او ريفيرب او حاجه كده مكررين الصوت، فعامل كده زي ما يكون في حاجه شغاله في دماغك مش قادر ان انت تتخلص منها. على العموم التراك لو هنقيمه كفيديو ناجح على اليوتيوب، لا هو فيديو ناجح وكويس ودمه خفيف ويضحكك وانت تستمتع لما تتفرج عليه. بس مش هنقول طبعا مين اللي كسب، لان مفيش حد كسب، لان الاثنين تقريبا نفس المستوى، لان الاثنين اشتغلوا على الفيديوهين مع بعض زي ما احنا عارفين، لان دي كانت يعني نكتة كبيرة كده ما بينهم وبين بعضهم، مفيش بيف ولا في حاجة. بس انا بحييهم فعلا على الفكرة، وجات في وقت مناسب جدا للبيف اللي شغال ما بين القيادات وكلاش، فملعوبة في وقت كويس جدا، وقت حلو جدا. بحيي سعودي ريبورترز وبحيي كل ريبورترز الفانز بتوع سعودي ريبورترز، وبشكركم على متابعة الفيديو ده. لو عجبكم الرياكشن وعايزين تشوفوا كلبالة في رياكت تاني، الحمد لله ما عملتش حاجة. لو حابين تشوفوا كلبالة في رياكشن تاني ونعمل ريفيو لأي فيديو تاني انتوا حابين ان احنا نعمله ريفيو، ياريت تسيبولي اللينك بتاعه في الكومنتس، او تسيبولي اسم الفيديو في الكومنتس وان شاء الله هنعمله. وما تنسوش ان احنا بنخافش، ويلا بينا يلا بينا، واشوفكم في فيديو جديد. وتقدروا تشوفوا الريفيو اللي فات على التراك بتاع عبد الله، تقدروا تشوفوا ايه ريفيو من هنا، او من هنا لا من هنا، تقدروا تشوفوا الريفيو من هنا، وتقدروا تشوفوا فيديو من فيديوهات القناه من هنا، وتقدروا تعملوا سبسكرايب للقناه من هنا، تمام، عشان تبقوا من المسكرين. وما تنسوش ان احنا بنخافش، يلا بينا يلا بينا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.